شركتك خسرانة، نحتاج لها كفاءات أحسن من الربحانة. الربحانة ممكن طبيعة منتجها أو طبيعة تشغيلها ماشي، طبعا انت عايزها كفاءة برضه، بس قصدي لو الكفاءة مش كويسة قوي هتمشي، هي ماشي فاهم؟ يعني صحيح كان مفروض تكسب اكتر، بس اللي حصل انها الراجل اللي فيها مش كفء قوي، بس ماشي. الشركات الخسرانة اللي عايزة اعادة هيكلة وعايزة تطوير محتاجة كفاءة اكتر. وانتوا عملتوا بروباغندا غير عادية لنشر السيارات انها خدوا قرار عودتها مين، وتلاقي بقى تليفونات ها العربية هتنزل امتى؟ يعني هو اصلا محل زي ما بنقول محل، يعني بنجيب شوية بضاعة حطها، انت مش قلت هتجيب بكرة جبنة رومي ما جبتهاش ليه؟ ده لغاية النهاردة لسه بيعتمدوا محضر الجمعية الايه؟ العامة اللي حصل فيه الكلام ده، ما هو في اجراءات لاعتماد الايه؟ المحضر، ويتفرغ المحضر في المضبطة ويتراجع في الجهاز المركزي للمحاسبات ومن اعضاء الجمعية ويمضوا ايه؟ يمضوا عليه. فارك هي الشاهين نازلة ايه؟ هو يعني هي لازم تكون شاهين؟ لازم نبقى فاهمين ان الشركات الصناعية اولا الاجراءات ليها بروسس بتمشي فيها، وبين بعد كده طب ايه بقى الفرق؟ طب ما الفرق بين الاسبوع ده والاسبوع من خمس اسابيع مثلا، لا من خمس اسابيع الشركه دي كانت محطوطه في حاجه اسمها وضع التصفيه. وضع التصفيه يعني معين عليها مصفي، المصفي ما يقدرش لا يتفاوض مع حد ولا يبعت لشركه بره يقول له احنا عايزين نعمل معاكم ايه شراكه ونصنع ايه السياره دي هنا اهو، يقول انت مين، بيمضي له تحت يقول له مصفي، مصفي بتقول لي اصنع معاك عربيه انت بتصفي،